يعني الكساب اللي بغى يكون رقم واحد الامور ولات باينه وواضحه. جيب العطار ديالك معاك وخلي اللجنه تحير. يعني الكساب حيروا لنا اللجنه وخليوها تلف. مازال عندنا الخروف ومازال عندنا الخروفه بعد لحظات. ها هو الخروف ولات يدخل. الخروف مبروك. الخروف راه ولات يدخل بعد لحظات. غتكون عندنا يعني اللجنه غتختار لنا احسن خروف احسن خروفه. لا غتختار لنا احسن خروف واحسن فحل خلال هذا يعني فعاليات هذا مهرجان تسميه سلالة سمح حديث اللي سلالة جميلة اللي معروفة على الصعيد الوطني. يعني أرقام كبيرة تسجلها سلالة سمح حديث. الجمعية سي جانون دكتور جانون عبد الرحمن غادي يقربنا بشكل يعني مفصل حول عملية ترميز سلالة سمح حديث. سلالة سمح حديث عرفات مراحل متقدمة في العملية ديال الترميز في إطار واحد الشراكة قوية اللي تتشرف عليها الجمعية الوطنية. عملية الترميز لعرفات سلالة بنيكين عرفات سلالة الجعد وكذلك عرفات سلالة المائزة السوداء وعرفها جبن ديال جبن المائزة الشاون. اليوم المراحل متقدمة جدا في ملف يعني اي جي بي سمح حديث. غادي السي جانون ولا الدكتور جانون عبد الرحمن غيتكلم لينا على هذا اي جي بي. شكرا. اذا ملي كنهضروا على الترميز بالتالي كنهضروا على الجوده. هذا واحد العمل هو تكبير العمل ديال الكتاب لانه الكتاب ينتج باش يبيع ولكن يبيع بالجوده. الحاجه اللي كتبين لي بلي هذا الخروف راه فيه جوده ولا ما فيهش. لهذا كنمشي واحد الانتظام جديد ديال الترميز جوده ولا خطيره حسب الكتاب على اي جي بي ديال الخروف ديال المنطقة ديال الجغرافي اللحمي المنطقة اللحمي. يعني أي كساب غادي يحل غادي يحل في هاد البرنامج ديال الترميز كاين واحد الفطار التحملات كتخفى عليه يعني هاد الفطار هادي باش كتضمن لنا جودة ديال اللحوم ديالها وبالتالي كيتعطى واحد كما كيتسمو ان كاشي رابير اللي كيسيرتيفي بلي هاد الخروف هذا ولا هاد اللحمه هادي فهي ذات جوده ممتازه اللي غتوفر له القيمه والثمن ديالها. شنو زعما هذا هو السؤال اللي غنمشي ليه السي جانون. بالنسبه ليها شنو الاهميه ديال هاد الترميز هذا بالنسبه للكساب بشكل مؤكد باش غيكسب؟ يعني عندو الجودة عندو هاد العلامة ديال الترميز ولا ما عندوش باش تفيد الكساب؟ بالطبع اللحوم المرمدة اللي عندها انكاشي اللي هو ديال الرعيد راه الثمن ديالو عندي مكون صوب اللي هو زايد. علاش؟ لانه مضمون مقرر كامل من خلال اختصار التحملات وايضا من خلال واحد كيتسمى واحد اورغانيزم سيرتيفيكاسيون واحد المؤسسة اللي هي هيئة مستقلة كتعطي هاد الضمانة هادي هذاك الخروف وهذاك اللحم. بالتالي راه كيتزاد في الخصوصات اليوم على فين المنتج المسهري ولا مهتم بزاف بالصحة ديالو وكيبغي يعرف مثلا هاد اللحم ينتج بأي طريقة ينتج واش الوكلة واش الدواء إلى آخره اللي كيضمنو أن هذا الخروف بصح بدا جاوبو مسهري ولا كيعطيو واحد القيمة كبيرة وخصوصا اللحم الحمراء اللي كيهتم التفاصيل ديال الجودة كيبغي يعرف اشكون اللي كذا. إذا ملي أنت كتعطيه واحد اللحم اللي هو مضمون من خلال كما قلنا الفطور التحملات ومن خلال هذه المؤسسة اللي هي المستقلة ديال السيرتيفيكاسيون إذا كان الثمن التفاصيل ما غيطلع والرجوع الرجعية هذاك الشيء اللي كتساب فيه الجودة غادي يرجع ليه يعني بالداخل ديالو. سي جانون اسمح لي غادي نزيد نسولك. انا كنت اسمع يعني في اطار واحد النقاشات كانت على الهامش كنت اسمع بان هذا الدفتر التحملات الخاص
سلالة تبحديت يعني عنده واحد يعني تعامل خاص يعني من طرف الجمعية الوطنية بحكم أنها دخلت يعني في وهي يعني تتكون هذه التحولات يعني تواصلت ولا غير مازال تتواصل معك الساعة يعني سمعت هذه المعلومات وجبت لك التفاصيل وشنو الهدف منها وشنو النتائج اللي يعني رفضاتهم الجمعية يعني من قبل تفاصيل التحولات من قبل وشنو الهدف من هذا العمل هذا في إطار الإشراك والتشارك التحولات اللي الجمعيه ديال الاتحاد الاخرين على اساس انه يكون واحد الدار اللي هو عملي يعني سهل التطبيق ديالو وماشي يكون شي دار اللي هو غير ملائم وغير مكيف مع الظروف اللي كتعيش فيها السلاله اذا التحولات السجاد بطريقه الانتاج اللي اصلا كيخدم بها الاستاذ ماشي حنا نفرضوا عليها بطريقه اللي هو ما مكفاش الطريقه باش يمكن الطريقه باش يشرط الطريقه باش ينتج هذه كلها وايضا الطريقه ديال الايدنتيفيكاسيون يعني تكون واحد السلسله تبدل فيها واحد التراسابيليتي باش كنعرفوه من المنتج حتى كيوصل داك الطرف ديال الحمل هذه التراسابيليتي كلها بنا على اساس تكون واحد التراسابيليتي اللي هي سهله بالنسبه للمنتجين وفي هذا الاطار هذا هذيك الدراسات اللي كيشتغلوا كنشتغلوا مع هذا الاطار هذا حنا راه على اساس انه باش يشتغل بهذا السبب هنا تنعرفوا به هنا تنشوفوا بان العمل الميداني ديال التقنيين ديال الاوطو ديال الخبراء ديال السابه ما غاديش يمشي يعني مع هذا الريح الجمعيه الوطنيه في اطار العمل المؤسساتي اللي تقوم به يعني تواصل كبير مع كساب في اطار رفع من الانتاجيه في اطار تحسين النسل في اطار يعني رفع من المدخول عمل تقني كبير مشكورة الجمعية الوطنية وربي الأغنى والماعز مشكورة وزارة الفلاحة مشكورة مجموعة من المزرعين من أجل ترميم سلالة المغرب وبالأخص اليوم تنهضرو على سلالة تبحضيت سلالة جبال الأطلس الشامخة مشكورة جمعية أيت محمد للبيئة والتنمية والتضامن على تنظيم هذا المهرجان واهتمامها بالكساب وبالكسيبة يعني عمل كبير تقوم به وتقوم به الجمعية الوطنية لمربين الأغنام والماعز لناس بحضور قوي في المهرجان هذا المهرجان هذا اللي تعتبره يعني شي حاجة اللي أساسية بالنسبة للجمعية أي حاجة تهم الكساب أي حاجة تهم التنمية ديالو أي حاجة تهم الكسيبة فالجمعية اليوم حاضرة بجانب الكساب منطقة تبحضيت في إطار فعالية مهرجان تسمية سلالة تبحضيت حاضر رئيس الجمعية الوطنية سي عبد الرحمن مجدوبي حاضر مدير الجمعية الوطنية سي سعيد الشاطبي حاضرين أطر